عايش بالدورة، عايش بالدورة، عايش بالدورة. زيد 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 زيد. السلام عليكم، معكم قناة سيف المعرفة. اليوم جينا لتغطية ديربي مراكش الدولي في نسخته الثانية، سباق النهائي. حنا الآن كنتواجدوا أمام اللوفت، هذا اللوفت الجميل ديال ديربي مراكش، من الديربيات المميزة اللي كنتمنوا لهم التوفيق دائما. وكي غتشوفوا معايا هذا هو اللوفت، وكاين الاخوان المشاركين والناس اللي عندهم العشق بهذه الهوايه جاوا باش يتفرجوا. كاين واحد المسافه بعيده، راه ما كي تشوفوا راه في القهوه الفوق كيتولعوا من تما، يعني راه ما غيكون لا ديرونجمون بالنسبه للحمام لا والو. هنا غيبقى في هذا السباس، غيبقاو حتى حنا ما عندناش حق نبقاو، غيبقاو غير الاخوان اللي مجاريين، يعني المسؤولين على الديربي ديال ديربي مراكش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم إبراهيم الضياي المشرف العام لديربي مراكش الدولي. اليوم 13/3/2022، اليوم السباق النهائي للنسخة الثانية 2022. عدد الحمام المشارك 307، المسافة المقطوعة 460 كيلومتر جوا، سباق طنجة. عمل جبار قام به الطاقم التقني لديربي مراكش. اليوم نحن في انتظار دخول اول حمامات، والفائز باللقب ديال هذه النسخه الجائزه الكبرى عباره عن سياره. وتنتمنوا جميع الاخوان اللي حجوا من جميع بقاع المغرب اللي حضروا معنا هذا السباق النهائي انهم يستمتعوا ان شاء الله، والله يسر الجميع. وتحيه للقناه سفير المعرفة اللي شرفتنا هذا اللقاء، وحد موفق للجميع. حد موفق للجميع، وحنا نتسناو بحالنا بحال خوت. شكرا. شحال مشارك من حمام؟ بديت بستة وباقي عندي جوج. تبارك الله، اللهم بارك. كاين شي امل؟ ويكون خير ان شاء الله. الامل في الله. امل في الله ان شاء الله. مبروك على الفائز مسبقا. من المنبر كنشكر المسيرين الاخ ابراهيم واخ عبد العزيز، اخ جميع الاخوان كاملين بدون استثناء، وان شاء الله يدخلوا الحميمات ويكون خير. اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله دائما تكونوا بصحه جيده. اذا الحدث اليوم هو حدث الفاينل ديربي مراكش اللي كنتمنوا منه ان شاء الله حظ موفق لجميع المشاركين، حظ اوفر ايضا لاداره ديربي مراكش اللي كنشكروها من هذا المنبر على هذه النسخه الثانيه اللي هي نسخه ناجحه. كيف ما كنشوفوا الان الاخوان المشاركين حاضرين ما شاء الله، يعم الصمت الآن لأن ما بقى والو على دخول الحمام. السرعة الآن هبطت على 1200، يعني هي هذا الوقت اللي تقريبا الحمام كيدخل فيه. إذا إن شاء الله كنتمنوا خير وكنتفائلوا خير إن شاء الله بدخول الحمام إن شاء الله. إذا نشوفوا ارتصامات ديال الإخوان ديالنا المشاركين في هذا الحدث. سي البطل ديالنا الباهي، ارتسامات ديالك حول النهائي. السلام عليكم، كنشكر إدارة الديربي في شخص الأخ إبراهيم، وكنتمنى واحد موفق للجميع. خاذ بارد لقيته كل شيء على الأعصاب ديالو، والله يسر الله يسر الأمور. وكيف هي كتشوف الحظوظ ديالك خويا الباهي في هذا النهائي؟ وإن شاء الله دابا كيف كيعرف الجميع، يعني السباق راه ما غيكون سهل والحظوظ راه كتساوى، يعني كل شيء أظهر وصافي، كل شيء ممكن. شكرا الأخ الباهي. ندورو عند السفاتي صاحب الرتبة الأولى في السيمي فاينل ديربي مراكش، ارتسامات ديالك.
باقي ما كاين والو اخوان ارتسامات البطل كنتمنوا كنتمنوا ان الفينال يدوز في ظروف جيده كما كتشوفوا راه الاجواء اجواء اللي كاينه اللي كانت عاطيه راه اجواء صعبه شويه يعني الحمام راه غيخدم وكيبقى الفينال ديال الديربي كيبقى ضربه حظ ما كيتعرفش شكون اللي غيضرب يقدر يبان مولوع مزيان يقدر يبان مولوع شحال هادي ما بان تقدر كل ديربي كلا تبعتي الديربيات العالميه كتلقى بحال هكاك ما كتكون ديما كلشي عنده نفس الحظوظ والله يوفق الجميع وبالتوفيق للجميع في الديربي راه كتعرف دابا راه الوقت اللي قرب الحمام السرعه ودات على 1200 راه كلشي دابا كلشي دابا كيتسنى كلشي كيقول الرحمن تيجيه ان شاء الله الله يوفق الجميع شكرا خويا السفاتي ندورو عند الاخ صديف احد المشاركين في هذه النسخه هذه اللي حضر السيمي فاينل ارتسامات ديالك حول هذا الفينال ديربي مراكش واول حاجه الله ييسر لجميع المشاركون في هذه النسخه هذه وتنشكروا اداره ديربي على التنظيم هذا وعلى هذه النسخه هذه اللي ناجحه واش نقول لكم إلا جات عندي راه الذبيحة اليوم باتوا اليوم في اليوسفية الذبيحة شكرا الأخ صديف إذا ندوزوا عند أحد أهرامات هواية رياضة حمام السباق سي الحاج برادة أحد المتأهلين أيضا في نهائي فينال ديربي مراكش ارتسامات ديالك سي الحاج برادة حول هذا النهائي ونتمنوا بالله الحمام يدخل كل شيء وكل شيء يربح ما يمكن وهذه ما يمكنش ولكن اللي يربح بصحته وراحته شكون ما بغى يكون المهم الحدود راه متساويه عند كل شيء واللي ضرب راه بصحته وراحته هذا الشيء اللي قلت كيف جاتك النسخه الثانيه اللي لا ممتازه الله ما عندنا ما نقولوا ما النسخه الثالثه غتكون حسان ان شاء الله ان شاء الله شكرا الحاج براده تحيه لك ندوزوا عند البطل يوسف بوعنان احد اهرامات رياضه حمام سباق احد المتاهلين الفاينل ديربي مراكش ارتسامات ديالك حول النهائي والحظوظ ديالك ايوا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله للجميع كل شيء تيبغي يكون من الاوائل وحنايا كنا في النسخه الاولى دازت مزيانه وهذه امتداد للنسخه الاولى النسخه الثانيه حتى تبارك الله ها هي دازت مزيانه وان شاء الله يكون خير وكل شيء ينشط ويا ربي يسهل الجميع ونكونوا من الاوائل ان شاء الله بتوفيق لحد الأخ يوسف تنتمنوا لك حد موفق كذلك كندوزو عند الأخ ديالنا اللي غادي يعرفنا بالاسم ديالو الكامل وارتسامات ديالك حول النهائي وتأهل إذا تأهل من الفاينل الاسم ديال الأخ ديالي فهو مشارك معكم إذا أتضرب الاسم ديال الأخ ديالك اللحظة اللي لحقوا عنده أشرف البيحي نضرب الاسم ديال فضل الله البيحي مشارك معكم في الفاينل صراحة نجدد الشكر ديالي الإدارة ديال ديربي مراكش مشكورين واحد واحد كذلك جنود ديال الخفاء مع متمنيات ديالنا الإخوان اللي في الطريق العودة إن شاء الله سالمين صراحة الحماس اللي كاين في الأجواء اللي زعما اللي كنعيشوها هنا صراحة رائعة موفقين إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع إخوان أخرى كينا مجموعة أخرى في كنظن في الجهة الأخرى صراحة الشيء هذا الشعور هذا يمكن تعيشه مرة في خاص تكون مولوع باش تحس باش اللي كيحسوا بهاد النشوة إفكتيفمون إن شاء الله خير للجميع وكما قالوا الإخوان اللي غادي يربح راه صراحة غتكون عنده واحد نقدر نسموه فينال 4 سيزون هذا لأن الحمام بدا في الشتاء وغادي يدخل في واحد 26 درجة خير إن شاء الله جميع تحياتي لكم جميعا شكرا على ارتسامة ديالك الأخ إذا ندوزو عند الحاج مناوي أحد المشجعين ديال ديربي مراكش ومشجعين ديال الأصدقاء ديالك ارتسامات ديالك حول ديربي مراكش وحول الفينال السلام عليكم كنشكروا الاداره ديال ديربي مراكش الشخص الضياء عبد ابراهيم والشخص الاداره التقنيه على انجاح هذه التظاهره وان دل فكيدل على النجاح ديالها والحضور المكثف ديال هذا الموالي وكنتمنوا التوفيق لهذا الموالي ونتمنوا لهم مسيره موفقه وحظ كبير للناس اللي غتوفق ونطلبوا اللي يربح يذبح الحولي ويبات هنا ان شاء الله عندنا اليوم الله يسر شكرا لك الحاج مناوي نعودوا ندوزوا عند الاخ ديالنا ويعرفنا بالاسم ديالو احد المشاركين في الفاينل ديربي مراكش نتمنوا لك حظ موفق كيفاش كتشوف المشاركه ديالك وكيفاش كتشوف الديربي في هذه النسخه هذه السلام عليكم اخوان نهاركم مبروك اول شيء كنبغي نشكروا اداره ديربي مراكش في هذه النسخه الثانيه على المجهودات اللي مبذوله في هذا السباق هذا اللي بصراحه اللي هو السباق ديال الفاينل
وكنبغي نشجع ونشارك هذه الفرحة هذه إن شاء الله مع الإخوان كاملين اللي حاضرين معنا، سواء الإخوان ديال كازا ولا سواء الإخوان ديال أسفي بعد الحضور ديالهم لهذه النسخة الثانية. وكيف ما كتلاحظوا راه إن شاء الله النسخة راه ناجحة 100%، وكنتمنى واحد أوفر جميع المشاركين باش ما نستنيو حتى شي واحد. عطيناك الاسم ديالك الكامل. فضل الله البيحي، أخ ديال أشرف بيحي. فضل البيحي، شكرا على الابتسامة ديالك. بارك الله فيك. تحية ليك، كنشكرك. وكنتمنى نسخة ثالثة تكون أحسن كذلك. إن شاء الله دائما نترقب الأفضل والأفضل. إذا معنا مدير الإداري لديربي مراكش الدولي سي إبراهيم الضياء اللي نبغيو الابتسامات ديالو حول النسخة الثانية. كيفاش كان العمل ديالكم؟ كيفاش كتشوفوا الآراء ديال الإخوة اللي حاضرين كلهم يعني كيشوفوها بأنها نسخة ناجحة؟ اش يمكن لك تضيف لنا سي إبراهيم؟ الأول أولا تنشكر الحضور كريم، تنشكر كل من وضع الثقة ديالو في إدارة ديربي مراكش، وتنشكر الطاقم التقني على المجهودات اللي قاموا بهم الإخوان. وتنتمنى من الله حنا دابا في واحد يعني واحد كاين شويه الضغط علينا ان تنتسناو وتنترقبوا الحميوات انهم يطلقوا، يعني بغينا ربي ما يخيبناش وما يخيبش الطاقم التقني وما يخيبش ظن المشاركين فينا، وبغينا حميمه تما كي تنقولوا كي درنا معهم مجهود يعني حمرونا وجهنا يدير واحد التوقيت مزيان ويكون العدد ديال الحمام اللي يدخل ان شاء الله اليوم، واللي ضرب الله يسهل ليه والبقاء الاقوى. وهذا راه نهائي ديربي نسخة الثانية، واللي فاز بالجائزة الكبرى الله يسهل لي ونصفقه لي جميع وحد موفق الجميع. شكرا سي إبراهيم. بالنسبة للحفل الاختتامي إن شاء الله إمتى غادي يكون؟ احنا دابا ان شاء الله دابا تلعب الفينال، تلعب الفينال دابا يدخل الحميمات ان شاء الله، غادي يدخلوا باذن الله يا رب تيسر الجميع، وان شاء الله من بعد 15 يوم يكون الحفل الختامي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، فرحه فرحه اخرى ان شاء الله ديك الساعه. اذا شكرا سي ابراهيم، كنشكرك. وبالفعل يعني كل شيء كيترجم الله عز وجل ان شاء الله الفينال غادي يدوز يعني كيف كنطلعوا ليه جميعا. اذا نمر الى الاخ صلاح النوس، احد الأبطال الكبار في رياضة حمام السباق، أحد المشاركين في النسخة الثانية لديربي مراكش. الأخ صلاح خنوس، كيفاش كتشوف المشاركة ديالك والحظوظ ديالك وكيفاش جاتك النسخة؟ بصراحة بالنسبة لهاد الديربي ديال مراكش تنبأت لي قبل بأن غيكون عنده واحد المستقبل كبير، يعني في الأول صراحة ملي شفت الناس اللي هما مشرفين على الديربي هذا كتشتهم ديجا في واحد المعرض ديال مكناس تبارك الله عليهم، واحد النظام زعما في المستوى العالي. اذا كيقول دائما النظام هو اساس النجاح، وفاش شفناهم هما اللي كاينين في الديربي عرفت بان غيكون النجاح كاين، ونتمنوا التوفيق للجميع. وكيفاش كتشوف الحظوظ ديالك سي صالح في النهائي اليوم؟ مطلق غيكون قاصح، والحمامه اللي غتربح حمامه واعره بزاف، ماشي غير الاولى، شو اللي غي الحمام اللي غيدخل اليوم حمام واعر بزاف صراحه. هادشي اللي كنحمامات اللي هما غيكونوا بحكم العوامل الجويه بحكم بالنسبه لي انا ما نكذبش عليك، انا بالنسبه لي الا كانت الجائزه انا اللي غنديها هما قالوا حولي غندبحوا شي عجله ولا شي عجل ان شاء الله نتمنى نوفق خويا صلاح، حيت الحمامه اللي غتربح حمامه واعره صراحه. انا هذيك الحمامه ما عرفتش دير عليها كاع صراحه، حمامه واعره حيت كما كتشوف راه الاجواء راه قاصحه الحمام مر من واحد المراحل اللي هي قاصحه ماشي يعني كتنسخه يعني صراحه نسخه زعما فيها الفراجه بزاف صراحه وفيها التشويق. والله يوفق، وشكرا للاداره الديربي على المجهودات اللي كيبذلوا، وحنا راه معاهم عاوتاني ان شاء الله في النسخه الثالثه ان شاء الله. الله يسخر الامور. شكرا خويا صلاح، تحيه لكم وتحيه الإخوة اللي حاضرين معنا، كنتمنوا حظ اوفر لجميع المشاركين. تحيه كبيره لاداره ديربي مراكش على المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها، يعني نسخه صعبة نوعا ما مي هي نسخة ناجحة كانت فيها الفراجة، وإن شاء الله كانت منه هذا الفينال هذا يطلع لنا الحميمات إن شاء الله. وكما قال الأخ صلاح فالحمامة اللي غادي تفوز اليوم هي حمامة
من الطراز العالي بيان سور نظرا لهالظروف اللي كنشوفوا، فالحمامه غادي تكون يعني بمقاييس عالميه ما شاء الله. شكرا للاخوان، تحيه لكم جميع، ونتابعوا الفاينل. وانت والله الا كلي كنتو كتجيب الدوره ها هي شي بالدوره، ها هي شي بالدوره، ها هي شي بالدوره. زيد 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 سيري 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 تكلم ابراهيم بتنجي وقف مروك الفائزين، وتنشكروا جميع الحضور وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل الرياضي، وتنتمنوا التوفيق لجميع الإخوان في النسخة المقبلة، وهنيئا الفيصل من العيون، وهنيئا الناس ديال الصحراء، وتنشكروهم من هذا المنبر، وتنشكروا جميع الإخوة اللي شاركوا في هذه النسخة وشاركوا في هذا الفرح، وتنشكروا الحضور الكريم كاملين على هذا الفرح. الله يحفظك السي الحاج، الله يبارك فيكم. صراحة يعني حفل اختتامي ممتاز جدا، ما توقعناش يعني بهذا الشكل غادي يدخل واحد العدد بهذا الشكل، وهذا كيبين يعني تهيئ الحمام بشكل كبير ما شاء الله. شفنا واحد 16 حمامة دفعة واحدة ما شاء الله، ما عمرها كانت في أي ديربي ما شاء الله بهذا الشكل هذا. الدفعة الثانية هي كانت بنفس العدد تقريبا الحمد لله، رغم بيان سور رغم صعوبة الأجواء. وكنشكروا مرة أخرى إدارة الديربي على هذا العمل الجبار اللي قاموا به، على هذا التهيئ الممتاز لهذا الحمام هذا ما شاء الله. التهيئ كان بشكل كبير، وكينعكس إيجابا بهذا الشيء اللي كنشوفوا اليوم، والفرحة اللي كتعم على جميع الإخوة اللي حاضرين. مرة أخرى كنشكروا سي إبراهيم ضياء على هاد حفاوة الاستقبال. الإخوان تبارك الله كلهم يعني أعجبهم الفينال بطبيعة الحال، الفينال في مساواة تطلعات الحضور، وكانت منه حد أوفر لباقي المشاركين، ونسخة ثالثة إن شاء الله حد موفق اللي غيشاركوا إن شاء الله بإذن الله. شكرا سي الحاج، واحد كلمة. مرحبا سيدي. أسيدي هنيئا للمسيري ديال هاد الديربي ولا اللجنه التقنيه اللي سهرت على هاد الديربي اللي تم في ظروف ناجحه، والمستوى كيبين انه المستوى كان مرتفع. هو دخول الحمام بواحد العدد ديال 15 حمامه في الدفعه الاولى، وهذا زعما كيبين لنا الديربي ولا العمل ديال الديربي غادي في تطور وفي واحد المستوى اللي كان متصاعد. هنيئا للفائزين وحظ موفق لباقي المتسابقين. شكرا سيدي. شكرا لك اجي سي صلاح خنوس. مادام ان الحمامه ديالك جات مع الحمام الاوائل، وصف لنا الشعور ديالك. صراحه انا دي راه فرحه لا توصف زعما، صراحه والله الا فرحنا، ما كنا عاطين مطلق قاصح كما كتشوفوا باش جات 15 حمامه تبارك الله. الاولى جات واحد الحمامه من ديالك من الحلم، لا في الباكيه الثانيه، انا الباكيه الثانيه. اهلا بخير، الله يحفظك وتبارك الله. هادشي هذا زين والله الا زين، كما قلنا قبيله راه داكشي التوقعات راه في المحل ديال الناس خدامين، صراحه ناس خدامين وتبارك الله عليك. وهاني لك مره اخرى، الله يحفظك. راه جوج حمامات جاوني دابا سي الباهي. زيد عندك ها؟ عندك؟ عندي. السلام عليكم ورحمه الله.
وكيف الشعور ديال كاع الابطال اللي كيتواجدوا معنا؟ الحمد لله، الحمد لله وفقنا الله حتى لينا الرتبه العاشره في النهائي. وكنشكروا الاخ ابراهيم مدير الديربي وتبارك الله عليه، والله يسخر الاخوان كاملين اللي باقي ما جاش الحمام ان شاء الله يدخل الحميمات. وكنشكروك انت الاخ ديالنا من هذا المنبر، والحمام تبارك الله راه كيدخل، والله يسر بالتوفيق للجميع ان شاء الله. والان غادي نشوفوا احد المتوجين في نهائي ديربي مراكش الدولي والحاصل على الرتبه الثالثه. السلام عليكم، إلياس حميمون، مدينة المحمدية. أول عام لي في الديربي هذا ديال ديربي مراكش الدولي، وكنشكروا الناس ديال الديربي على المجهودات ديالهم وعلى خدمة الحمام وعلى المعاملة ديالهم مع الحمام، والناس هما يستاهلوا، الله يسخر لهم والله يزيدهم في هذا الميدان اللي غادي فيه لقدام. فرحان انا يا والله الا فرحان بالله، والله الا فرحان. وكنت كنتمنى نضربها في هذا الديربي ديال مراكش، لانه ديربي تبارك الله في مستوى نمر واحد في المغرب، كنتمنى نضرب فيه. ولاعبي راه كاين منافسه تبارك الله، كاين المواليع، لا فيصل ميناء العيون، لا اخ الوعيد، لا امني بيجو، لا عده الاسماء تبارك الله في المستوى، وما طلق ماشي بالساهل تضرب فيه. وحنا راه ملي بدا اللعب راه حنا لاعبين، وتمنينا جاي فرحان باش نديكلاري، وراه حققت هذا حلم متحقق. تروازيام ماشي بالساهل، وتكلاسي دوزيام في الدومي فينال، والحمد لله الحمد لله. لا ماشي نفس الحمامه، الحمامه نفس السلاله ولكن حمامه اخرى، والحمد لله. وكنشكروا الناس ديال الديربي، وتحيه خاصه للوليدات المحمديه، وهذا هو اللي كاين. شكرا لك على هذا التتويج هذا، مبروك عليك مره اخرى، والف مبروك عليك وتحيات. وكما كتلاحظوا معنا هادو هما الحمامات المتوجين في نهائي ديربي مراكش الدولي، الحمامه الاولى والحمامه الثانيه والحمامه الثالثه، وكاين حتى الرابعه والخامسه. مهم تعذر على الاخوان الحاصلين على الرتبه الاولى والرتبه الثانيه انهم يكونوا حاضرين في متابعه نهائي الديربي. وخدينا الارتسامات ديال الاخ الفائز بالرتبه الثالثه، وفي انتظار ان شاء الله الحفل الختام. انتظروا فيديو على قناتكم قناه سفير المعرفه، ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.